تحط في العصر. تاريخي اعترف بمغربية الصحراء وبسيادة المغرب على صحرائه. هذا الخطاب هذا من عمق البرلمان المغربي له رمزية تاريخية. الدولة التي اعترفت أيضا له واحد المكانة في المنتظم الدولي يعود في مجلس الأمن رائدة في الاتحاد الأوروبي. إذا اليوم تيا المغرب يكسب بفضل الدبلوماسية الملكية واحد الرهان كبير وهو رهان ديال فرنسا. فرنسا خرجت من المواقف الملتوية واعترفت اليوم بمغربية الصحراء وبسيادة المغرب على صحرائه، وهذا ما ننتظره من مجموعة من الدول الأخرى الصديقة في أوروبا وفي غيرها في أمريكا وغيرها من الدول، أنها تخرج من المواقف الملتوية وتعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وتعترف أيضا بأن خيار الحكم الذاتي هو الخيار الوحيد الذي قدمه المغرب، وهو خيار يعني لا خيار بعده ولا قبله. من أراده ومن يحب المغرب يجب كما قال جلالة الملك أن يرى المغرب بنظارات الصحراء، ومن لا يحب المغرب مع أن ما نديرو به إحنا كاع أصلا، إحنا مغاربة وقادرين على الدفاع عن مغربية الصحراء بتقوية جبهتنا الداخلية بتماسكنا بملكيتنا بتغيير خطاباتنا بتغيير ثقافتنا بتغيير نخبنا. هذا الشيء كله هي مراكز القوة اللي خاصنا نشتغل عليها مستقبلا. اليوم الدبلوماسية البرلمانية مطالبة بتفعيل الدور ديالها، الحزبية أيضا مطالبة، النقابات مطالبة، الإعلام، الجامعات، الكل يجب أن ينخرط في الدفاع عن مغربية الصحراء، وأن نغير طريقة الترافع، تقنية الترافع، وأن نغير آلية الخطاب. إذا بغينا نربحوا الرهان مستقبلا يجب أن نغير كل شيء. شوف شو أولا المناسبة شرط، المناسبة اليوم هي قضية الصحراء، ونحن طبعا صحراويين وممثلين للساكنه في الاقاليم الجنوبيه. الدراعي هذه هويتنا وهذه هي لبسنا الحقيقيه، لبسوها دائما في المناسبات والاعياد، ابتعدنا عنها بفعل العمل. اليوم نرجع لها طبعا، ارجعتنا لها هذه الفرصه. نشكر يعني جلاله الملك ونشكر ايضا ضيفه الكبير الرئيس الفرنسي، ونشكروا المناسبه اللي خلاتنا نذكروا الهويه ديالنا والتاريخ ديالنا اللي هو جزء من التاريخ المغربي. بالمناسبه قوه المغرب في التنوع، الدراعه، الجلابيه، الملحفه، القفطان، الهويه الامازيغيه، الهويه الريفيه، العروبيين، دكاله، مجموعه من الهويات، وهذا هو اللي يحسدون عليه. يجب علينا فقط استثمار هذه الهويات المتعدده ونقوها ونوحدوا بيناتها، ونحاولوا نسوقوا ثقافتنا وما نحبروها. والأهم من هذا وذاك ما نحبروا اللغة ديالنا اللي هي اللغة العربية واللغة الأمازيغية، ثم نتكلموا بها شوية، لأنه أغلب للأسف الشديد أغلب المسؤولين ديالنا كلهم كيتكلموا الفرنسي حتى داخل البرلمان. نقولوا بنا الهوية ديالنا، أن جميع الدول، اليابان، ماليزيا وغيرها من الدول، فنلندا غيرها من الدول اللي عرفت واحد النهضة كبيرة، رواندا إلى البارح رجعت الهويه، تقويه الهويه والاعتزاز بالهويه والاعتزاز بالاخلاق هو جزء من التطور الديمقراطي اللي خاصنا ندافع عليه. ولكن ان نعجب بلغه هذا شيء، ولكن نتحدث بها دائما من قلب يعني جامعاتنا ومن قلب برلماننا فهذا لا. الرئيس الفرنسي اليوم تحدث بلغتنا العربيه واللغه الامازيغيه، هذا هو اللي بغينا، وهذا هو اللي بغينا تعملوا له انتم كجيل جديد وشكل شباب، لان المستقبل لكم انتم، ويجب ان تعوا اهميه الاستراتيجيه للمغرب، وتعوا ايضا على ان هذا المغرب يجب ان نعمل على تطويره وعلى تقويته، وتقويته هي اننا دائما نكون موحدين ونكون كلمه واحده، نختلف، ننتقد، هذا الشيء طبيعي، نعترف بالاعطاء ديالنا بالمشاكل ديالنا، هذا الشيء ايضا جميل جدا، لانه لا يجب ان نجمل ما ليس جميلا، ولكن يجب ان ندافع من اللي كتقول قضايا استراتيجيه، كنساو كل شيء وكنتوحدوا وراء صاحب جميع. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.